بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنلتقي مع المحاضرة 12 من محاضرات علم التجويد، ويدور الحديث فيها عن المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، ويشمل الحديث فيها تعريف كل منها وأقسام كل واحد منها وحكم كل قسم من هذه الأقسام. فنقول وبالله التوفيق، التقاء أي حرفين في اللغة العربية لا يخلو عن 3 أوضاع. الوضع الأول أن يلتقيا في اللفظ والخط معا، سواء كان الحرفين في كلمة واحدة أو في كلمتين. في كلمة واحدة نحو التاءين في قوله تتلو تتلو، عندنا التاء الثانية تبعت التاء الأولى ولم يفصل بينهما فاصل. كذلك نحو الباءين في قوله تعالى وليكتب بينكم، الباء الثانية تبعت الباء الأولى ولم يفصل بينهما فاصل إطلاقا، لا لفظا ولا خطا، لكن الباء الأولى في آخر الكلمة الأولى والباء الثانية في أول الكلمة الثانية. النوع الثاني أن يكون التقاؤهما في اللفظ فقط، بمعنى حينما ننطق ننطق الحرفين متواليين، لكن حينما نكتب يكون بين الحرفين فاصل، نحو أنا نذير فقل إنما أنا نذير. النون الثانية التقت مع النون الأولى، لكن التقاؤهما هنا إنما كان في اللفظ فقط، إنما كان في اللفظ فقط. فحينما ننطق ننطق هكذا إن أنا نذير أنا نذير، لم يفصل بين النون الثانية والنون الأولى فاصل في النطق، لكن حينما نكتبها نجد أن النون الأولى فصلت عن النون الثانية بالآلف. هذه الآلف تثبت في الخط فقط دون النطق. الحالة الثالثة أو النوع الثالث التقاؤهما في الخط فقط، بمعنى حينما نكتب نكتب الحرفين متتاليين، لكن حينما ننطق يكون بين الحرفين فاصل بحرف آخر، نحو الهاءين في قوله إنه هو إنه هو، فالهاء الثانية التقت مع الهاء الأولى، إنه اشتملت على هاء وهو اشتملت على هاء، ها الهاءان التقيا فقط في الخط. حينما نكتب نكتب وليس بينهما فاصل، لكن حينما ننطق لا يكون بينهما فاصل حينئذ، وهو حرف المد الذي تشبع عن حركة الهم عن حركة الهاء الأولى. حركة الهاء الأولى إيه؟ الضم، فتشبع عن الضم الواو، فنقرأ هكذا إنه هو السميع العليم إنه هو. يبقى إذن هنا حرف مد، وإحنا قبل كده تكلمنا عن حرف المد دي وقلنا هو حرف هو مد صلة صغرى. يبقى إذن الحرفان التقيا في الخط فقط دون اللفظ. المعتبر في حديثنا اليوم هو النوع الأول، وهو التقاء الحرفين في اللفظ والخط معا. فأي حرفين في اللغة العربية التقيا معا لفظا وخطا، إما أن يكون هذان الحرفان متماثلين أو متجانسين أو متقاربين أو متباعدين. وتعالوا نتكلم ونشوفوا إيه هو المتماثلين وإيه هو المتجانسين وإيه هو المتقاربين وإيه هو المتباعدين. أولا المتماثلان،
المتماثلان هما الحرفان اللذان اتحدا في المخرج وفي جميع الصفات. الحرف الأول مخرجه مثلا الهاء، والحرف الثاني مخرجه الحرف الأول مخرجه مثلا طرف اللسان، والحرف الثاني مخرجه طرف اللسان، فالحرفان اتفقا في المخرج. أو الحرف الأول مخرجه من وسط الحلق، والحرف الثاني أيضا مخرجه من وسط الحلق، يبقى هذان الحرفان اتفقا في المخرج. وكذلك يتفقا في جميع الصفات، يعني جميع الصفات التي اتصف بها الحرف الأول هي نفس الصفات التي اتصف بها الحرف الثاني. يعني عايزين نقوله إن الحرف الثاني مطابق تماما للحرف الأول، إذا كان الأول باء فالثاني باء، وإذا كان الأول تاء فالثاني تاء، وإذا كان الأول كاف فالثاني الكاف، وإذا كان الأول فاء فالثاني فاء، وإذا كان الأول مين فالثاني مين. هذا هو المتماثلان. الحرفان المتماثلان ينقسمان إلى ثلاثة أقسام، أو المتماثلان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأقسام دي جاية منين؟ من حركة الحرف الأول وحركة الحرف الثاني. نشوف حركة الحرف الأول إيه والثاني إيه. أول شيء أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك، أو أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن، أو يكون الحرفان متحركان. عندنا ثلاث أوضاع. الوضع الأول أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن، أن يكون الحرفان متحركان. ممكن تسأل سؤال، لو قلت لي طب ممكن الاثنين يكونوا ساكنين؟ أقول لك لا، لأنه لا يمكن أن يلتقي حرف ساكن مع حرف ساكن في اللغة، وإن حصل لا بد أن نحرك الحرف الأول. فإحنا عندنا الأقسام الفعلية ثلاثة، الأول ساكن والثاني متحرك، وده بنسميه مثلين صغير. فالمثلين الصغير هو أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، نحو الدال في قوله قد دخلوا، أصلها قد ثم كلمة دخل، ونحو كلمة يدرككم الموت، الكاف يدرككم فيها كافين، الكاف الأولى ساكنة والكاف الثانية متحركة. طب المتماثلين الصغير إيه حكمه؟ قالوا وجب إدغام الأول في الثاني، فننطقها هكذا وقد دخلوا بالكفر، وقد دخلوا أينما تكونوا يدرككم الموت، طلعت تزاور عن كافهم يكرهن. لكن العلماء استثنون من كده أن يكون الحرف الأول هاء سكت والحرف الثانية هاء متحرك، نحو مالية هلك عني سلطانية، خلي بالكم مالية هلك ديت نضخمه ولا نظهرها؟ قالوا لنا الإمام حفص له فيها وجهان، الوجه الأول الإدغام فيقرأه هكذا مالية هلك عني، مالية هلك عني، فأضغم الهاء الأولى في الثاني. الوجه الثاني لحفص قالوا لنا فيها السكت، وهو أن يقرأ هكذا مالية هلك عني سلطانية، مالية هلك عن بدون تنفس وبدون وقف. والسكت دائما وأبدا ينافي الإضغام، لأن السكت قرين للإظهار. النوع الثاني من المتماثلين الكبير، وهو أن يكون الحرفان متحركان، نحو كلمة تتمارى، تعلم ما في نفسي. فكلمة تتمارى اجتمع فيها تاءان، الأولى متحركة والثانية متحركة، لا والثانية ونحو كلمة تعلم ما في نفسي اجتمع فيها ميمان، الميم الأولى متحركة والثانية متحركة، حكمها إيه؟ قالوا لنا وجوب الإظهار، فنقرأ
فبأي آلاء ربك تتمارى؟ تتمارى. الثانية: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. تعلم ما، تعلم ما في نفسي. ثمانية: حجج. تتجافى. لو بصينا للكلمات دي كله، علق الحرف الأول متحرك والثاني متحرك وسميناه مثلين كبير، لكن العلماء أو القراء استثنوا من ذلك كلمتين. الكلمة الأولى قوله تعالى: مكنني، قال: ما مكنني فيه ربي خير. أصل الكلمة: ما مكنني فيه ربي خير. فحفص هنا في هذه الكلمة أضغم النون الأولى في الثانية فيقرأ هكذا: قال: ما مكنني فيه ربي خير. الكلمة الثانية كلمة تأمنا في قوله تعالى: قالوا: ما لك لا تأمنا على يوسف. أصل الكلمة: ما لك لا تأمننا. فالنون الأولى متحركة والثانية متحركة، إذا على حسب القاعدة وجب إظهار النون، فنقرأ هكذا على حسب القاعدة، نقرأ هكذا: تأمننا، ما لك لا تأمننا على يوسف. لكن حفص رواها عن شيخه بالإضغام فيقرأ هكذا: ما لك لا تأمننا. ولحفص فيها وجهان: الإضغام مع الإشمام أو الإخفاء، والمراد بالإخفاء اختلاس حركة النون الأولى. النوع الثالث والأخير وهو أن يكون الحرف الأول متحرك والثاني ساكن، وبنسميه في الوقت ده هو مثلين مطلق. فالمثلين المطلق هو أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن، نحو كلمة تتلو، فالتاء الأولى متحركة والتاء الثانية ساكنة، ونحو كلمة تشطط، فلا تشطط واهدنا، تشطط. الطاء الأولى متحركة والطاء الثانية ساكنة. إذا كان هذا فحكمه أنه يجب فيه الإظهار. النوع الثاني المتجانسان، والمتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدا في المخرج لكن اختلفا في الصفة، نحو الهاء مع الهمز. الهاء والهمز الاثنين بيخرجان من مخرج واحد، ألا وهو أقصى الحلق. نحو أيضا الطاء والتاء، الاثنين بيخرجان من مخرج واحد طرف اللسان، زي الميم والواو. نحو في، فالاثنين يخرجان من باطن الشفتين، وهكذا. لكن لو بصينا هنلاقي إن صفة الهاء تختلف عن صفة الهمز، وصفة الطاء تختلف عن صفة التاء، وصفة الميم تختلف عن صفة الواو. ونعرف صفتها ازاي؟ ما احنا درسنا قبل كده مخارج الحروف وصفات الحروف، لما نحط ايدينا كويس ونفهم مخارج الحروف وصفات الحروف ونذاكرها كويس، بالتالي هنقدر نحدد جدا ايه هم الحرفان المتجانسان. فالحرفان المتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدا في المخرج واختلفا في الصفة. المتجانسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول صغير، وهو أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك. حكمه هنا أنه يجب فيه الإظهار إلا في حروف ستة. الحرف الأول إن إحنا تلتقي الدال مع التاء، الدال تكون ساكنة والتاء تكون متحركة، نحو كلمة إن كدت لترضين، إن كدت لترضين. يبقى في الحالة هي نضغم الدال في التاء. الشيء الثاني التاء مع الدال، فتكون التاء ساكنة والدال متحركة، نحو كلمة أجيبت دعوتكما، أجيبت هذا التاء دعوتكما. حينما نقرأها في الوصل نقرأها أجيبت دعوتكما. كذلك أثق، ف
فلما أثقلت دعوا الله ربهما. الثالث أن تكون أن تأتي الطاء تلو التاء، فندغم التاء في الطاء بحيث تكون التاء ساكنة والطاء متحركة، نحو فآمن الطائفة ود الطائفة. الرابع الذال مع الظاء، الذال بتكون ساكنة والظاء بتكون متحركة، نحو وإذ ظلمتم وإذ ظلمتم. الخامس الثاء مع الذال، نحو يلهث ذلك يلهث ذلك. السادس الباء مع الميم، نحو يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا، اصله اركب معنا، اصله اركب باء ساكنه معنا ادى الميم هي متحركه، فيصير هذا متجانسين صغير. حكمه ان حكمه الاظهار عامه الا في هذه الحروف التي ذكرتها لكم، لكن في كلمة اركب معنا القاعدة بتقول اركب معنا بالإخفاء عفوا بالإدغام، لكن لحفص له فيها وجه آخر ألا وهو الإظهار، فيقرأها هكذا اركب معنا اركب معنا. هذه الحروف الستة اللي احنا قلناها يكون الإدغام فيها كامل، إدغام كامل، ندغم الدال في التاء والتاء في الدال والتاء في الطاء والذال في الظاء والثاء في الذال والبي والباء في الميم، ندغمها إدغام كامل بحيث يذهب الحرف وصفته. بقي لنا أمر آخر أو حرف آخر وهو الطاء في التاء، تكون الطاء ساكنة والتاء متحركة، فندغم الطاء في التاء، لكن الإدغام هنا بيكون إدغام ناقص بمعنى أن يذهب الحرف وتبقى صفته، نحو كلمة بسطة بسطة لئن بسط بسطة هكذا. فإحنا عندنا ندغم الطاء في التاء إدغام ناقص بحيث تذهب الطاء ويبقى صفتها. ليه هنا إدغام ناقص؟ قالوا لنا لأن الطاء حرف أقوى من التاء، ولا ندغم القوية في الضعيف إدغام كامل، ولكن إذا أدغمنا القوية في الضعيف فدائما وأبدا بندغم إدغام ناقص. النوع الثاني من المتجانسين هو المتجانسان الكبير، وهو أن يكون الحرفان متحركين الاثنين معا بيكونوا متحركين، وفي الوقت ده هو يجب إظهار الأول مطلقا. النوع الثالث التجانس المطلق أو المتجانسين المطلق، وهو أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، نحو تدعو التاء مع التاء، التاء هنا متحركة والدال هنا ساكنة، فحكمه أنه يجب الإظهار عند جميع القراء. أما المتجانسين الكبير فالإظهار فيه عند حفص، أما التجانس المطلق فالإظهار فيه يكون عند جميع القراء. النوع الثالث المتقاربان، والمتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج والصفة الاثنين، أو تقاربا في الصفة فقط، أو تقاربا في المخرج فقط. فالأول نحو الراء مع اللام قال ربي، الاثنين بيخرجان من طرف اللسان، والاثنين تقاربا في جميع الصفات. الثاني نحو اللي هو التقارب في الصفة فقط، نحو كثيرا كثيرا، فالاثنين اجتمعا في الصفات لكنهما تباعدا في المخرج الكاف والثاء، أو تقاربا في المخرج فقط نحو السين مع الدال عدد سنين. لو بصينا على الاثنين بيخرجان تقاربا في المخرج ولم يتحدا،
لكن اختلف وتباعد في الصفة. يبقى إذن المتقاربين مرة ثانية هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج والصفة الاثنين مع بعضهم، أو تقاربا في الصفة فقط، أو تقاربا في المخرج فقط. برضو المتقاربين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول صغير، وهو أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. وحكم الصغير أنه يجب فيه الإظهار عند حفظ إلا في حرفين فقط، اللام مع الراء والقاف مع الكاف. فالأول بر رفعه الله إليه، الأول نحو بر رفعه الله إليه أضغمها حفص، والثاني نحو ألم نخلقكم من ماء مهين، فوجب إضغام القاف في الكاف ووجب إضغام اللام في الراء. النوع الثاني الكبير هو أن يكون الحرفان متحركين. النوع الثالث المطلق، وهو أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن، والكبير والمطلق يجب فيه الإظهار عند الإمام حفص. بقي لنا أن نتكلم عن المتباعدين، والمتباعدين لا أحكام له تتعلق به، وهما الحرفان اللذان تباعدا في المخرج واختلفا في الصفة. في تباعد في المخرج وفي اختلاف في الصفات، فبنقول الحرفين دولة متباعدين ولا يتعلق بهما لا حكم إظهار ولا إضغام ولا غيره، ولكنها ترسل الحروف بالسجية لا تعب ولا تكلف فيها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.